بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من فقه المرأة على شاشة التلفزيون المصري. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن موضوع قلما يعني اتكلمنا عنه كتير، أو ممكن كمان نذكره أو ذكرناه من خلال سؤال أو أكثر من سؤال من خلال الأسئلة الفقهية اللي بتأتي إلينا. لكن النهاردة هذا الأمر بالفعل لابد يكون فيه توضيح كامل لهذا الأمر، وربنا يعني يجعل لنا الوقت إن شاء الله يكون يسع لاستكمال هذا الأمر، وهي قصة أو الحديث عن الكفارة أو الكفارات في الإسلام. ماذا عن هذا المفهوم؟ ما معنى الكفارة؟ ما المقصود بها؟ هل هناك أنواع أو أسباب للكفارات؟ لدينا الكثير في هذا الأمر. هل أيضا لدينا بعد هذه الأنواع بيان للوجوب؟ هل أيضا لدينا بيان لكيفية الوجوب؟ بيان لشرط الوجوب، بيان شرط الجواز. على فكرة عندنا حاجات كتيرة جدا دايما بيجي نعمل حاجة صغيرة نقول يا ترى احنا لينا عليها كفارة ولا لأ. في موجود في السنة بعض الإجابات، وفي أيضا في الكتاب، وهناك اجتهاد العلماء، ولكن بنجد الكثير من هذه الأسس داخل الكتاب والسنة معا. دعونا نخرج هذا الفاصل ونشوف أخبار الكفارات وهذه المعلومات الدينية المهمة جدا في حياتنا فعلا وصل حضراتكم ولا لا، ولو في اي تشكيك في بعض الامور معانا من يجيب على حضراتكم باذن الله. مشاهدينا اهلا بحضراتكم للحديث عن الكفارات في الاسلام، معنى ومفهوم ومقصد وحكمه. لدينا الكثير، وبمنتهى البساطه كلمه كفاره يعني بكفر عن ذنوب، لكن ما هي هذه الذنوب التي وضعها الله سبحانه وتعالى وضع لها كفارات؟ هذه هي الاجابه لهذه الانواع. وايضا للحديث عن هذا الامر لما له من اهميه خاصه جدا لا ممكن ترسم حياتنا القادمة، لأن فيها حاجات هامة جدا بتؤكد أو بتؤثر على تصرفاتنا وعلى حياتنا المستقبلية والآنية. طبعا معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ أحمد خليفة من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ أحمد، طبعا برحب بحضرتك معنا النهاردة، وطبعا يسعدنا وجودك معنا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك بالسادة المشاهدين، انا اسعد بكم والله. طبعا يعني عايزين نقول ان في بعض الامور او بعض الموضوعات لابد ان احنا نفرد ليها مساحة، واحنا لم نفرد بالفعل لهذا الامر لان احنا لقينا اسئله كثيره جدا قلنا نجمعها لان هذا الامر ظهر امامنا، لان في بعض المعلومات المغلوطه اللي بتضع المسلم او المسلمه طبعا اخواتنا وبناتنا تحت طائله الكفاره وهي ملهاش كفاره. يعني نوضح هذا الامر اكتر، ماذا عن معنى الكفاره والمقصود بها؟ الكفاره من الكفر بمعنى الستر. ليه؟ لانها بتستر الذنوب وتزيلها. نعم، الكفارة بتستر الذنوب، نعم، وده الاستعمال الحقيقي له. برضو بتستعمل فيما يترتب عليه انتهاك للشرع أو مخالفة شرعية حتى وإن لم يكن فيها إثم، زي القتل الخطأ. هو إنسان ما كانش عايز يقتل ولا يقصد أنه يقتل وحصل القتل رغما عنه، هو ليس عليه إثم، فلذلك برضو في كفارة. يعني الكفارة من جمالها أنها تزيل الإثم عن الإنسان، وكلنا محتاجين ما يزيل عنا الإثم. هل إزالة الإثم فقط ولا الإحساس بالندم أو التقصير أو العصيان دون أن أدري؟ عندنا أشكال كثيرة. أنا بقول لحضرتك هو الإنسان عشان يتوب لازم أن يعمل إيه؟ يندم. طيب وإذا ندم القلب يعزم على عدم العودة إلى الذنب ويقلع عن الذنب ويحتاج للكفارة، إما استغفار، في ذنوب أيوه. كفرتها الاستغفار أيوه. وإما صدقة. أن يطعم وإما أن يصوم أيوه. طيب هل الكفارة مشروعة؟ هل ربنا شرع الكفارة؟ قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، صدق الله العظيم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عنها. طيب هنا الكفارات دايما بنسمع عن كفارات اليمين أو كفارة اليمين، وهناك أنواع لهذه الكفارة. لما نتكلم عن الأيمان، اليمين ممكن يكون يمين غموس وممكن يكون يمين لغو أيوة. وممكن يكون يمين منعقد. طيب اليمين المنعقد إخوة الذي أحلف فيه على شيء في المستقبل أن أفعله أو لا أفعله، خلي بالك
وأنا قاصد عامد في يميني هذا. زي مثلا هندي بس مثل يا جماعة، والله أنا لو جاي لي فلوس لهطلع الحج السنة الجاية مثلا، لأن دي حاجة جامدة جدا يعني. هنا بيقولك لا والله نادرين، لا بس الفرق يا جماعة ما بين أن أنا بحلف أو أن أنا أندر. عايزين نتكلم بقى يمين منعقد مثلا، والله إن خالفت أمري لأعاقبنك، كده محتاجين عقوبة. أيوه. يا إما تكفر، والله لا أذهب إلى هذا المكان. أيوه. فإن ذهب عليه كفار لي هو عامد. بعكس واحد كده انت كلت، لا والله يبقى ايه ده بقى، ده اسمه يمين لغو. ايه هو اليمين اللغو؟ ان كان اقول لا والله او بلا والله، او يخرج اليمين مني دون عفوي. قصد بقلبي، مفيش قصد قلبي لي خالص. أيوه. طلع كده. يبقى في الحاله دي نقول له ايه؟ ها نقول له هذا اليمين يمين لغو ولا كفاره فيه. تمام. طيب اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة إذا حنث فيه يعني ما أداش اللي حلف عليه، يبقى في الحالة دي ماله؟ هل عليه كفارة ولا ما عليهش كفارة؟ أيوه عليه كفارة. طب وما كفارته؟ إطعامه 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. يعني إيه؟ أقول لك حاضر، يعني 510 جرام من غالب قوت البلد. يا عم الشيخ انا لسه هروح اطلع ذره واطلع عدس. أيوة. واطلع قمح بليله. انت يا عم الشيخ عايزين نطلع القيمه، يجوز اخراج القيمه اذا كان في صالح الفقير. تمام. وفي وقتنا هذا وعصرنا هذا القيمه هي التي في صالح الفقير. كم يا فندم؟ تقدر بكام؟ تمام. احنا قلنا الجرامات اهو، عايز تطلع جرامات طلع. طب مش عايز اطلع جرامات يا عم الشيخ، تقدر في وقتنا هذا باسعارنا هذه اقل شيء من جنيه. اقل شيء ايه؟ طيب والله إيه الاسعار غليت يا عم الشيخ، انا قلت لك المعيار عندك. أيوه. 510 جرام من الرز من العدس من القمح. قدرهم واضرب في 10. أيوه. قدرهم واضرب في ايه؟ في 10. جميل قوي. طب بص يا عم الشيخ انا بحب اكل. أيوه. هل يجوز ان انا اجيب طعام؟ هات طعام في المقدار اللي انا قلت لك عليه. ده او اكتر، وزع على الناس الطعام المطهي. طب انت جبت الكلام ده منين؟ قال الله من اوسط ما تطعمون اهليكم. نعم. خلاص. في بقى حضرتك اللي قلت عن المنعقده، لان في ناس كتير بس يعني انا بقول الواقع يا جماعه معلش، ان في بعض الرجال بيحلفوا على زوجاتهم ان انا مش هدخل بيت ابوك طول عمري مثلا، او هي تقول والله ما انا داخله بيتك الاخ مثلا او اي حد. هذه تعد من الحنث اللي هو المنعقد او الحلف. اذا حلف بالله عز وجل وقال والله لا ادخل بيت ابيك ولا بيت اخيك ولا بيت امك ولا بيت فلان ولا فلان، حصل ان دخل، ففي هذه الحاله يكفر ويدخل او يدخل ويكفر. يعني الاثنين سوا يعني. طب خلاص يعني فيها حل يا جماعه، علشان بس ما نقولش ده انا حلفت ويفضل متعنت لانه كذا. يعني القصه كلها في 150 جنيه لو قلنا يعني في هذه الايام، حضرتك قلت تقريبا 100، هنقول مثلا 150 جنيه اعتقد ده اذا حصل، عشان يبقى بس في تيسير وسهوله واستعاده تاني للعلاقات. حته يعني ناقصه بقى. اتفضل. طب انا مش معايا 100 جنيه دي. لما اجي اقول لواحد طلع 100 جنيه لله، والله ما فيش حد افقر مني يا عم الشيخ، ده انا فقير جدا. نقول له ايه؟ طالما معكش صوم 3 ايام. صوم ايه؟ 3 ايام. مش قادر. طب لا ما اقدرش اصومهم مره واحده كده يا عم الشيخ، يجوز ان تصومهم متتابعه او متفرقات، اما متتابعات او ايه متفرقات، براحتك خالص. طب معلش برضو انا هاجي هصرف برضو، افرض انا ما عنديش صحه ان انا اصوم، معلش لازم ادور. ال 100 جنيه اطعام المساكين ده ممكن تطلعها براحتك. أيوة. طيب. ولو تمام. كل يوم جنيه ينفع اديهم لفقير واحد اديهم لفقير واحد. ربنا يكرمك يا فندم، يعني اكيد احنا الحمد لله ديننا سامح وجميل وبيدي براح وبيدي فرص الحقيقه يعني للقادر او غير القادر. وكمان الاهم من ده كله بقى ما نحلفش، يعني نبعد تماما للي حتى مش قادر يقدر يمسك نفسه ان هو ما يعقدش العزم ان هو يعمل شيء او لا يفعل شيء. والله من ضمن تربيه الكبار لنا. أيوة. لا تحلف. وإذا أردت أن تؤكد كلامك قول صدق. صدقا. كلام يعني أحد الآباء الكبار في الصعيد وكان من العلماء قال، كان يقولي كلام واحد. خلاص. يعني الكلام اللي قلته كلام واحد. عندنا بقى الأنواع الأخرى والأسباب الأخرى لنقول لا في كفارة يمين، في نوع ثالث حضرتك. احنا قلنا بقى الغموس. أيوه. اليمين الغموس هو أن يحلف الإنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب في حلفه هذا. وده أبشع وأشنع أنواع اليمين، لأن الحالف فيه يجترئ على الله سبحانه وتعالى ويقتطع حقوق الآخرين بيمينه،
وإذا اقتطع حقوق الآخرين بيمينه فماذا ينتظر إلا النار. فما لذلك يمين غموس لي لأنه يغمس صاحبه في النار. قال بعض العلماء وهم أسيادنا الشافعية أي يغمسه في الإثم. الإثم اللي هو يوجب النار. يوجب إيه؟ النار. طيب ندي مثل هل لي كفارة؟ لا ندي مثل بس يعني ندي مثل يكون واحد واحدة بقى أو واحدة يكون واحد أو واحدة الرجال شقاق النساء مع بعضهم يعني. فيكون واحدة مثلا مع حد وتحطت في موقف وقالوا لها أنت قلت كذا ويعرف أنها قالت عشان تطلع صادقة تقولي والله ما قلتش مع أنها قالت أخذت كذا والله ما أخذت. ليه؟ عشان تاخد حق غيرها أو ما تطلعش نفسها غلطانة. يمين الغموس هل له كفارة؟ نعم عند الشافعية له كفارة. وما كفارته؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. طيب ما فيش صيام 3 أيام. لا لا وقف هنا. إزاي؟ ربنا في القرآن قال لا يؤاخذكم الله باللغو في يعني رفع الحرج عن المؤاخذة باللغو في اليمين ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طب والإنسان اللي بيقول والله أنا عملت وما عملتش ده عقد اليمين ولا لا؟ بل مصيبته أكبر لأنه حلف على أمر كاذب. فإذا كانت الكفارة تجب في اليمين المنعقدة فتجب من باب أولى في اليمين الغموس. هتقول لي إذا الحمد لله كده الذنب انتهى. خلي بالك هو ينفعك في الجملة صدقة في الجملة إن الحسنات يذهبن السيئات ولكن يجب أن تردي الحقوق إلى أهلها. تقفي قدام الناس وتقولي أنا عملت أنا أخذت وترجع الفلوس لأصحابها أو تستسمحي صاحب الحق وتقول أنا ظلمتك سامحني حتى يسامحني الله. توقفنا عن سؤال مهم جدا. افرض أنا مش فاكرة أي حاجة من اللي حضراتكم دلوقتي ذكرتوها من كفارات اليمين سواء اللغو. اللغو احنا قلنا مفيش كفارة الحمد لله لكن المنعقد أو حتى الغموس. افرض أنا مش فاكرة أيضا يعني كل حتى كمان الحاجات القديمة والزمان أعمل إيه؟ هي أكيد الإجابة عندنا أكيد لأن في ناس كتير قوي ما كانش عندها هذه الثقافة الدينية. بنعود الترحيب مرة أخرى في الشيخ أحمد خليفة المعرفة الأزهر الشريف. الإنسان إذا ابتلي بأنه كثير الحلف يبقى إيه؟ عادة. يقوم بعد هذه الأيمان. ده أساسي ده الأصل. أقوم بعدها وأكفر عنها. ده كتير قوي يا عم الشيخ. ده عايزة ثروة طائلة. يبقى عدها وكفر عما تستطيع وصم عما لا تستطيع. عم الشيخ أنا مش فاكر. يبقى ما يغلب على ظنك. يعني إيه؟ أنا يمكن يكونوا 5. أيوة أنا متأكد كده إن هم 5. ويقعد يفتكر فيهم ويعصر دماغه. يبقى يكفر عما يغلب على ظنه إما بالمال إذا كان يستطيع أو بالصيام إذا كان لا يستطيع إخراج المال. طيب عايزين نتكلم عن كفارة الظهار. أعتقد دي برضو من الحاجات اللي ذكرت في القرآن. حضرتك برضو ياريت نأكد عليها لأن فيها علاقة ما بين زوج وزوجة. والله هو يمين الظهار يكون بأن يقول الزوج لزوجته يذكر الظهار كده يقول أنت علي كظهر أمي كظهر أختي. أنت بتتكلم عن امرأة محرمة فأنت تشبهها بظهرها. لازم تذكر لي كلمة ظهار. طيب إذا ذكر كلمة ظهار عليه الكفارة صيام 2 شهر متتابعين. ما يفطرش ولا يوم. ما يفطرش إيه؟ ولا يوم. لازم متتابع. متتابع وما يبقاش فيهم أعياد. واضح إنها شديدة جدا. ما يبقاش فيهم أعياد. يا نهار ما يبقاش فيهم أعياد. يعني عيد فطر. مش فيصل. دريك ورا بعضهم كده. دايركت. مباشرة. طب نعمل إيه؟ أنا مرضت. لو مرضت في النص أقف خف وكمل. طب أنا مش قادر يا عم الشيخ أنا أصلا بصوم رمضان بالعافية والله ما أقدرش أصوم. يبقى في الحالة دي إطعام 60 مسكين. إطعام 60 مسكين تخفيفا عن الناس لأنهم لا يستطيعون الصيام. وده هذا الذي أتى به القرآن الكريم. أقل حاجة كم قلنا 10 جنيه للمسكين الواحد في 60 يبقى كام؟ 600. طب عم الشيخ بص أنا ما قلتلهاش كده. أنا قلت لها تحرمي عليا. شفت بقى شفت أنا قلت إيه؟ بص إلى يوم الدين. ده في ناس بتتفنن يعني. طب خليك معايا. أنت قلت تحرمي عليا أو لو عملت كده تبقي عليا حرام. ده اسمه
نقول انت بتقول الكلام ده كناية من الكنايات. أيوة. لازم نسألك عن نيتك، كان قصدك ايه بكلمه تحرمي؟ في ناس يا فندم لو عملت كده تبقى طالق. في بعض الرجال بتبقى عاده موروثات، كلمه بيسمع جده ابوه، وبالتالي هي بتبقى دون ان يسمع. نساله يقول لي ونستغنى عنها يا عم الشيخ، انا خليها زي امي واختي. بالزبط. ده انا بس يعني عايز امنع نفسي عنها. أيوة. نقول له كده كفر كفارة يمين تأديبا له. يكفر كفارة يمين تأديبا ايه له، ولكن ليس ظهار. عايز الظهار ان انا اقول انت علي كظهر امي واختي. معلش احنا كنا بس عايزين ناكد على كفاره الظهار. دلوقتي افرض لم يعني تتواجد هذه الكفاره، اللي هو سواء يصوم التتابع زي ما حضرتك ذكرت، او ان هو يطعم، تمام، ولا هي الصيام فقط؟ لا هو صيام ما قدرش يصوم يبقى ايه يطعم. يبقى طيب ينفع يقرب ناحيتها قبل ما يصوم. أيوة. او يطعم. على افتاء العلماء له. يعني اذا التمسوا له في حاله انه يطعم لا يجوز له ان يقربها. طب هنا بقى ان يمسها، عارفه المس؟ ان يمسها. عايز اقول لك يعني يحطها كده في البترينا وهي تقول له لا مساس. لا لا لا، ده تربيه وتهذيب فعلا يا فندم. لا عشان كده قد ايه هي شديده جدا كفاره الظهار يا جماعه. طيب ما هي كفارة المرأة الحامل التي تفطر في رمضان، والمرأة التي تلد ولا تصلي، وهل يجب عمل كفارة أو قضاء يوم أم ماذا؟ هي طبعا مدية عايزة كنت تسمع كل حاجة. المرأة إذا حملت ولا تستطيع أن تصوم في رمضان فإنها بعد وضع الحمل تصوم ما عليها، وعليها القضاء. وحتى يا عم الشيخ أصلا عايزة أطلع فلوس. لا، هو الحمل ده شيء طارئ، شيء عارض، يرجى برء الإنسان منه. بعد ما خلصت بنشوف أنت مريضة، مرض يمنعك من القضاء. لا أنا مش مريضة، أنا بصحتي يا عم الشيخ، اقضي ما عليك. يبقى تقضي ولا يجزئها أن تخرج أموال ولا أن تطعم، قضاء فقط. القضاء إيه فقط؟ هتقول لي الست ده أنا برضع. براحتك، خد راحتك خالص. يعني إيه؟ يعني افطري سنة اثنين ثلاثة بعد كده صومي. في الوقت ده ما تقنعينيش، انا بس عايز الست. أيوة. لما تتكلم يبقى في عقلانية، وانت بتكلمي من يفتيك يبقى في عقلانية. ما تقنعينيش ان انت ما تقدريش تجيبي بعد ما تولدي وربنا يكرمك بالسلامة، ما تقدريش تجيبي يوم واحد في الاسبوع تقدري. عارفة لو ضربنا، سيب الاربع اسابيع بتوع رمضان. أيوة. اضربي واحد في 40 يديك كم يوم؟ يديك 40 يوم. تمام. يعني المرأة بعد الولادة تقدر تصوم، بس كسل. عايزين نقول عايزين نسيب الكسل ونقبل على الله أكثر. طب إذا سابت أيام لغير عذر، سابت أيام لغير عذر، يعني إيه؟ سابت رمضان على رمضان على رمضان وكانت قادرة على القضاء ولم تقضي. في الحالة دي عليها إيه؟ عليها قضاء بس، مش قضاء وتطعم عن كل يوم مسكين، لا، القضاء فقط. احنا عايزينك تصومي، اقضي اللي عليكي فقط. وهذا هو المفتي به، وهذا هو الراجح. في نساء يعني بيستسهلوا قصه ان انا ممكن اطعم كل يوم مسكين وخلاص، يعني طول ما هي في الفتره بتاعت رمضان وهي تستطيع، لكن لو لا تستطيع ان تصوم هي دي تخليها قضاء عادي. ما تبقاش عن تعمد يعني، او ان هي مش ناويه تصومهم. يعني هي المرأة التي لا تستطيع الصوم، يعني مريضة مرض يمنعها من الصوم، دي عليها الإطعام. إنما المرأة التي تستطيع الصوم عليها القضاء. نقعد بقى ونعدنا سنين. أنت عليك القضاء فقط. معلش أنا يعني عايز أنهي الحلقة إن شاء الله، بس هو سؤال، هل اغتياب الناس ليه كفارة؟ أيوه، كفارة المجلس. أيوه، اغتياب الناس ليه كفارة. أول حاجة أنا لما أذنب في حق إنسان ممكن أقول له سامحني. فلما يسامحني وانا ندمت واستغفرت ربنا كده الذنب راح خلاص كده. طيب انا مش قادر، لو رحت قلت له انا اغتبتك او سامحني هيسالني وده انسان لحوح. طب اعمل ايه؟ عليك بكفاره المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس احدكم في مجلس فكثر فيه لغطه فقال في نهايه المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الا غفر الله له ما كان في ذلك المجلس. كمان نقول ايه؟ كمان نقول اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ومشايخنا واصحاب الحقوق علينا، اغفر لنا ولمن اغتبناه من خلقك. نعم.
أكيد أتوقع نجاة لحضراتكم النهاردة في ختام يعني هذه الحلقة إن شاء الله. مش معنى كده بقى أن نفضل أغتاب وأستغفر أو أعمل كفارة المجلس، نحاول بقدر الإمكان يعني أن احنا نقلل من هذا، طبعا ده هيكون في ميزاننا بإذن الله. مشاهدينا انتهت هذه الحلقة، ولكن لدينا الكثير لحضراتكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، وقضايا جديدة موضوعات هامة جدا لحضراتكم، واستكمال أيضا لهذه الأسئلة الخاصة بالكفارات، ولكن تبقى تباعا بإذن الله. خليكم معنا، شكر لحضراتكم، شكر موصول في هذه الحلقة للشيخ أحمد خليفة من علماء الأزهر الشريف. في ميزانك يا فندم أشكرك جدا لتعاونك معنا من خلال فقه المرأة والتلفزيون المصري. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وشكر الله لكم حسن استماعكم جميعا. مشاهدينا ألقاكم في الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.